الاهلي والزمالك في السوبر مع نهايه شهر اكتوبر. يعني لو الاهلي خسر هذه المواجهه كولر هيبقى عنده مشكله؟ لا خالص. جماهيريه؟ مش بتكلم على مستقبله بس العلاقه المبدئيه بينه وبين الجمهور هيبقى فيها خلل؟ الجمهور الاهلي يا كابتن دلوقتي عارف عنده حصانه بقى بيفهم. يعني لما جه موسيماني وكسب ما جه فايلر ولا ايه وعمل وي جه موسيماني كان قلقانين شويه لما خد بطولات ابتدوا يفهموا. لما جه بقى سواريش لما جه كذا واحد بس سواريش معلش انا بقول لك حتى لو بيلعب بالفريق الكبير القدام اللي ما ريحوش كانت النتائج وحشه برضه. ليه؟ ما فيش طريقه لعب. هو ما عندوش طموح زي ما بكلمك على مدرب الناشئين اللي عنده طموح انه انا يجي النادي الاهلي لازم واحد يكون واخد بطوله. سواريش ما خدش ولا بطوله ولا دوره رمضانيه هناك في هو منين؟ بالبرتغال باين بس كولر انت شايف انه لو خسر في مباراه السوبر لا مش تفرق معاه مع الجمهور؟ لا خلاص الجمهور حاسس وعارف ان الظروف مش حلوه. حاسس ان الصفقات محتاجه تدعيم اكتر. حاسس ان اللعيبه دي هيصبر عليها بس لازم تفوق. بس انا بقول لك مين بديل علي معلول؟ مين بديل محمد هاني؟ ادي اتنين اهم فين؟ بس اكرم رجع برضو انا ما اضمنش رجوعه. كريم فؤاد اهو في قائمه منتخب. كريم فؤاد بصراحه ناهي الموسم مع النادي الاهلي ناهي كويس قوي. بس هو الراجل برضو عارف اختاره وسع القائمه يعني قاعده. ليه؟ دول اللي كانوا بيلعبوا في مين اكتر الاسماء لفت نظر في قائمه منتخب مصر؟ محمود حماده. محمود حماده الراجل ده بيفهم كوره. محمود حماده برضو من المقصه من عندنا الحمد لله. لعيب كبير قوي. لعيب رايق كده بس ياخد ثقه وياخد الخبره الدوليه. على رايك مش هيبقى يقول لك اصله ما عندوش خبره. عجبتني جدا. لا ما يبقى عنده خبره امتى؟ لاعب في ارسنال بيلعب 15 سنه. هو بص ممكن يبقى زي ما انت قلت انت ممكن يبقى ميسي وممكن يبطل بدري. ولو بطل بدري دي عشان بيتحرق بقى يعني عارف بيلعب له 10 12 سنه وبعدين ده عنده كام سنه يقول لك عنده 24 سنه. فما خلاص ما بقى وبقى له كتير بيلعب. ف سلاح ذو حدين. ميدو لما اعتزل لو عنده 30 او 31 سنه ميدو احمد حسام ميدو فاحنا كنا حاسين ان هو كبير لانه لعب وهو 17 سنه 16 كمان مع نادي الزمالك برافو عليه لما يطلع كمان 17 ليجند وخلافه. ايوه بس تحس ان هو بيلعب بقاله كتير بقاله زمن في موقف كبير. عشان حسني لعب اسماعيلي وعنده 17 سنه حسني عبد رب واحمد فتحي بس حسني يعني جت فيه فقبل ما يبطل كده بسنه بتاع فبقول لهم يعني هو كبر في اتاري كان ساعتها عنده 32 سنه فقابلني قال لي بطل وانا 32 قلت له والله انا فاكرك يا ابني عجوز عندك 39 سنه بقالك كتير عشان لعب بدري قوي صح زي ما انت